هذه قضيه تاع موقف فقط. نقدروا نخسروا ماتش، نقدروا نخسروا لقب، لان اتحاد العاصمه الان خسر اللقب، لكننا لا نخسر القضيه لاننا لا نحب الاستعمار. من بعد لا فينال باس راح يديسيدي بلي يسمى عنده الحق، ما يتعاود لا الماتش لا والو، ما كاش منها هذه، ما كاش منها هارد ولو قال لك احنا مالناش عباد اللي قال قلت القانون يطبق. ايه القانون يطبق، واش دير به القانون، واش يطبق القانون، واش راح يقول لي نعاود الماتش؟ سا سي 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 دو سينما سا. ايماجين تا فينال تشامبيونز ليغ غدوه الريال مع دورتموند ممكن نقولوا صرا حاجه في الماتش هكذايا وديبوزا والاخر في الباس تاعهم، من بعد لا فينال تتلعب تديها الريال او دورتموند، من بعد تقول لهم لا لا الماتش يتعاود. جامي تصرا، جامي تصرا. ما قاله الإعلام الجزائري بعد نهائي كأس الكاف بين فريقي نهضة سبركان ونادي الزمالك المصري. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. احنا ماشي من الناس اللي يقول لك يتعاود الماتش كيما الحكايه تاع الناس الكامرون راح يتعاود. انا نهار قلت لك نهار ديجا رفضوا الطالب الاستعجالي تما بديت ما نقول لك انا تما برت تما برت وانا جو سون كو لا ولكن هذاك طالب الاستعجالي عادي اي مي ولكن سي اون سول مي سي اون لا سوليوشن ما تساعدش. نقول لك يا رضوان باش نهضر لك مع هكذا الناس راهي تموت تحت لي بون ما داتش حقها اسكندو واش حبيت الخرص يا نودر مونديال كي تي تابلي لي ما يمشيش فورسيمون مع الحق الناس راهي تحت لي بون سي دي ميلي دو مون ما داوش حقهم ما داوش حقهم. كيفاش انت تحب ان ماتش دو فوتبول يعطي يدير لك اون فلور ولكن ماشي اون فلور اسمح لي سي با اون فلور سي با كون جو دي اون فلور صديق يطبق القانون باسكو حنا ماناش حابين يفافوريزونا انا حابين يطبقوا القانون. تمكن فريق نهضة سبركان من تحقيق نتيجة إيجابية في إياب نهائي كأس الكاف ضد نادي الزمالك المصري على أرضه أسماء ملعب استاد القاهرة الدولي، وبالتالي التتويج بلقب كأس الكاف للمرة الثالثة في تاريخ نهضة سبركان، كما ساهم انتصار نهضة سبركان في مواجهة الذهاب بهدفين لواحد ضد نادي الزمالك في تحقيق هذا اللقب القاري. هذا اللقب يعد ضربة قوية للجانب الجزائري الذي كان يعول على الطاس لتأجيل نهائي كأس الكاف، وذلك أملا في إعادة مواجهة نهضة سبركان ضد نادي اتحاد العاصمة، وبالتالي الأمور حسمت في هذه القضية بعد هذا التتويج المغربي.